بكم صوتنا. مرحبا بكم الناس الكل في أهم الأخبار الفلاحية. ماغريكولتور تبدأوها بسلطعون البحر، ولا كما يقولون البحار 11 البحر هذاك اللي ارتفاع كبير الحقيقة في صادرات سلطعون البحر، واللي بلغت صادراته في شكله المجمد في شهر مارس 2019 نحو 707.2 طن بقيمة 6.2 مليون دينار، وين بلغت صادرات السلطعون مقارنة بسنة 2018 نحو 520 طن بقيمة 3.3 مليون دينار، مسجل ارتفاع ب 88 من حيث القيمة و 86 من حيث الكمية. وتوزعت صادرات سلطعون البحر حسب الوجهات خلال شهر مارس 2019 آسيا، كوريا الجنوبية ب 191.3 طن، الفيتنام بثمانية، تايلاندا، تايوان، اندونيسيا، ثم السعودية اللي هي أقل. أوروبا تجي في المرتبة الثانية، نلقاو إيطاليا في المرتبة الأولى في الدول الأوروبية ب 58.2 طن، إسبانيا 14.6، ثم نلقاو بريطانيا ففرنسا، وأمريكا الشمالية في كندا بالتحديد في 11.4 طن صادرات سلطعون البحر. ماغريكولتور حبيت نهزكم زادة أو نعملوا طلع على الزهر متاعنا، على الزهر اللي موجود في الكابون، وتقريبا تحكي عليه مختلف وسائل الأعلام الدولية، وقاعدة تحكي على الظاهرة اللي هي ظاهرة تقليدية في بلادنا واللي هي ترجع إلى عشرات السنين الحقيقة، اللي هو تقريبا وقت نشوفوا تاريخ التقطير الزهر هذا اللي يجي من بلاد الأندلس، وين في الأندلس اللي ازدهرت في مدينة إشبيلية خاصة، واللي كان يطلق عليها تسمية برتقال إشبيلية، عادة ما تزين شجرة النارنج هذه وسط ساحة البيت الأندلسي اللي نلقاوها منتشرة في البيوت في الحدائق في حدائق السكان في عدة مناطق في إشبيلية، ولكن في نابل تقريبا اللي هي عادة هذه أصبح تقطير الزهر، والزهر هذه عادة موسمية واجب علينا الحقيقة المحافظة عليها، وخاصة قدام اللي بعض الاحتكاريين اللي ولا بعض قطاع طرق اللي قاعدين يعملوا في ممارسات خطيرة جدا في نابل، اللي انطلقت تقريبا بدأت الاحتفالات أو البدرة هذه من 1894 وقتها باقتراح من نائب تونسي كان عضو في بلدية نابل وقت ذاك، كما كان أول مصنعي تقطير ماء الزهر في عهد الاستعمار، وتم تنظيم أول معرض في نابل في أفريل 1904، وكان بمثابة السوق التجارية، وبداية من عام 1930 أصبحت المدينة تحتفل بمهرجان ماء الزهر، وانتظم أول معرض في شكله الجديد في 10 أفريل 1954 بشرف بلدية نابل، وتعتبر الدورة الرابعة الحقيقة لمعرض نابل بتاريخ 9 مايو 1957 الأهم تاريخيا، وندشن المعرض انذاك الزعيم لحبيب بورقيبة شجرة النارنج اللي عندها فوائد كبيرة، واللي استعملوها تقريبا في العطورات العالمية الكبيرة، زهر النارنج و الماء الروحي كما يسميه البعض، اللي لازمنا هذا تراث مادي وتراث لا مادي لازمنا نحافظ عليه في بلادنا. نتعدوا للطن أو صيد الطن الأحمر كما يسميوه اليوم في وزارة الفلاحة، اللي قرعة لتحديد مراكب جديدة لإسنادها رخص صيد الطن الأحمر لسنة 2019، ويندرج إسناد الرخص الجديدة هذه في إطار برنامج إدخال مراكب جديدة للطن الأحمر على مدى 3 سنوات 2018 و19 و20 وفق وزارة الفلاحة، وبش يتم عملية القرعة بمقر الوزارة بحضور عدد منفذ لتحديد 7 مراكب في ولاية مدنين، رخصة جابس رخصة، المهدية زوز رخص، المسير زوز رخص، ونابل رخصة. ويقول وأنه موعد صيد الطن الأحمر اللي ينطلق سنويا في 15 مايو إلى غاية 15 جوان، وتم تحديد الحصة السنوية الفردية لكل مركب في الطن ب 33 طن، وينطبق هذا الإجراء على مركب صيد البحري المتحصلة على رخصة سارية المفعول لصيد الأسماك العائمة باستعمال الشباك الدائرة. على كل يشترط أنه يكون الطول الحجمي للمراكب 18 متر على أقل تقدير. نرجع معكم بعد ما كمل. أنا نرجع معكم بعد الفاصل.